من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تشغلنا عنك بشاغل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. كنا نقرأ في مقدمة كتاب تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، مقدمة الكتاب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عوامة. قال: ومع ما بين السيوطي والبقاعي، طيب إلا الفقرة بتتعلق بإيه؟ وجل ناخد الفقرة نمرة 6 صفحة 9 في المقدمة، مقدمة تدريب الراوي للإمام فضيلة الشيخ علامة عوامة العلامة. وجل ما في كتاب البلقيني اللي هو محاسن الاصطلاح، فهو من النكت لمغلطاي كما جاء في الجواهر والدرر للسخاوي أنه قرأ بخط شيخه ابن حجر منصه: فصل في من أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه. قال إيه ابن حجر؟ محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لشيخنا البلقيني، كل ما زاده على ابن الصلاح مستمد من إصلاح كتاب ابن الصلاح لمغلطاي، يعني أنه أخده وحطه كده. كما أن بس هنا نسبته للسارق غلط، أو نسبته للإيه؟ في من أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه. لا، هو نقل منه ويمكن عدل في العبارة، احتمال كبير جدا، لأن الأكابر دول بينقل العبارة ويعدل فيها، وقد يكون نقل العبارة بعد التعديل فنسبها لنفسه، لا مانع من ذلك، ها عدل في العبارة ونقلها فنسبها لنفسه، خلاص، لأنه العبارة مش منسوبة لصاحبها الآن، لأنه هو عدل فيها وقدم وأخر وزاد ونقص وما إلى ذلك. كما أن كل ما يراه القارئ في كتاب التدريب نقلا عن شيخ الإسلام يريد ابن حجر فهو من النكت الوفية، الذي أصله تقريرات الحافظ ابن حجر لما درس شرح الألفية للعراقي. بس هو قال ابن حجر، ما خلاص قال شيخ الإسلام في النكت الوفية في أي مكان تاني يومي ينقل عن شيخ الإسلام. كما أن كل ما يراه القارئ في التدريب نقلا عن شيخ الإسلام ابن حجر، يبقى قال ده كلام ابن حجر يريد ابن حجر، فهو من النكت الوفية الذي أصله تقريرات الحافظ ابن حجر لما درس شرح الألفية العراقي. وكان من الحاضرين الإمام البرهان البقاعي، فكان إذا خرج كتب إفادات الحافظ، وإذا أراد زيادة شيء صدره بقلت في أوله وختمه بقوله الله أعلم في آخره، فجزاه الله خير الجزاء عما فعل وأفاد. وده منهج النووي القديم. إلا أن الشارح الإمام السيوطي لم يصرح بالنقل عن البقاعي عامة ولا عن هذا الكتاب خاصة في كل ما شرحه من أوله إلى حيث انتهى آخر النوع 33 معرفة المسلسل. ولم أقف على سبب،
ولو كان ضعيفا يشير إلى ذلك، مع أنه ترجمه في نظم العقيان صفحة 24 وأثنى عليه بالعلامة المحدث الحافظ، مهر وبرع في الفنون ودأب في الحديث ورحل، وذكر كتابه هذا النكت من مؤلفاته، وما أشار إلى شيء بينهما. طيب وبيتكلم عن إيه؟ البرهان البقاعي. البرهان البقاعي بينه وبين السيوطي مشدات، خلاص. فالشيخ السيوطي أنصفه وترجم له في نظم العقيان وأثنى عليه ووصفه بالعلامة المحدث الحافظ، مهر وبرع في الفنون ودأب في الحديث ورحل، وذكر كتابه هذا اللي هو النكت بتاع إيه اللي عليها ما النكت الوفية اللي زادها على ابن حجر اللي هو الإمام البقاعي، وذكر كتابه هذا النكت بين مؤلفاته، وما أشار إلى شيء بينهما، ما أشارش أثناء الترجمة لي أن بينه وبينه نزاع أو مخالفات أو ما إلى ذلك، إلا أنه معلوم ما بينهما من اختلاف وجهة النظر في الفتنة التي كانت في ذلك القرن. ها، فتن كثيرة، فتنة دعوة الاجتهاد المطلق وفتنة الصوفية وما إلى ذلك التي كانت في ذلك القرن نحو بعض بعض الصوفية، ومع ما بين السيوطي والبقاعي، أي من إيه اختلاف في وجهة النظر في هذه المسألة من افتراق، فإنه كما ذكرت أثنى عليه دون ثنيا، أثنى عليه عكس الثناء الثنيا التنقيص، أثنى عليه دون ثنيا أي أثنى عليه دون أن ينقصه. أما السخاوي فمع ما بينهما من اتفاق في هذه المسألة فإنه ترجم للبقاعي في الضوء اللامع الجزء الأول صفحة 201، فما بعدها ترجمة مظلمة جدا، وللوقوف على سبب أو أسباب ذلك لابد من الدراسة الطويلة لحياة الإمامين العلمية مع شيوخهما ومع أحداث عصرهما وما اتفق فيه وافترق، ولعل من أسباب ذلك المنافسة بينهما في أخذ راية الخلافة عن الإمام الحافظ ابن حجر. إن كان السيوطي الإمام السخاوي يريد أن يأخذ رياسة الخلافة في الحديث بعد الحافظ ابن حجر، وأيضا كان البقاعي هكذا، فلذلك ترجم عليه فأراد أن يظهر نقائصه، ها، ويسلب من كلام منه، يعني يستلب منه. ولذلك كما قلنا في حلقة السابقة أن كلام الأقران بعضهم في بعض غير مقبول، الأقران اللي هم الاثنين اللي هم في عصر واحد وماشيين مع بعض من العلماء، فده بيسب ده وده يسب ده، غير كلام ده غير مقبول ولا يقدح في عدالة أحد منهما. ومع كثرة الرجوع إلى مؤلفات هذين الإمامين ابن حجر والسخاوي فلم أرى إلا موقفا واحدا يشير فيه السخاوي بأدب إلى مخالفته شيخه الإمام ابن حجر، وهذا درس في الأدب وحفظ حق العلم وكرامته وفي حفظ حق العلماء والشيوخ. وأضيف إلى ذلك الموقف موقفا آخر، وهو هذه المخالفة الصارخة من السخاوي لشيخ ابن حجر في ثناء الشيخ علي في ثناء الشيخ أي الإمام ابن حجر على البقاعي ثناء كبيرا، ثم يخالفه التلميذ أي السخاوي، فقد جاء في جزء واحد صفحة 56 من مقدمة طبعة مؤسسة الرسالة العالمية لهدي الساري وفتح الباري نقلا عن خاتمة مخطوطة الظاهرية بدمشق من هدي الساري، فإنه بعد أن قرأ البقاعي المقدمة على شيخه الحافظ كتب له الحافظ ما يلي، مقدمة فتح هدي الساري، مقدمة فتح الباري، طيب ده الجزء الأول يعني، كتب له الحافظ ابن حجر بعد أن قرأ البقاعي المقدمة على شيخه الحافظ ابن حجر، كتب له الحافظ ابن حجر يعني على المقدمة: قرأ علي جميع هذا الكتاب صاحبه الإمام العلامة الأوحد المفسر المحدث الحافظ برهان الدين البقاعي، ده كلام الشيخ ابن حجر في تلميذه، من أوله إلى آخره في ليال آخرها ليلة الأحد لليلة بقيت من شهر ربيع الأول، كانت ليلة الأحد ها وكانت الليلة الأخيرة من شهر ربيع الأول، يعني ليلة 29 ربيع الأول أو 28 سنة 52 و800
أي كتب الحافظ هذه الثناء أو هذا الثناء على البقاعي قبل وفاته بتسعة أشهر، وهي ألقاب قل أن يكتبها شيخ لتلميذ، خلاص، خاصة من إمام لا يرفع رأسا لكل أحد. الحافظ ما كانش إيه شيخ الإسلام وإيه أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحافظ ابن حجر. وأردت من هذه الكلمات أمرين: إنصاف الإمام البقاعي لا نقلا عن فلان وفلان، بل نقلا عن المصدر الأول شيخه الإمام ابن حجر. ثانيهما التعريف بالمكانة العلمية لكتابه النكت الوفية للاعتماد عليه وعلى النقول الكثيرة عنه التي في كتابنا هذا التدريب، تدريب الراوي. النقطة الثامنة وبيان آخر يتصل بمصادر كتابنا هذا. ذكرت أول كلامي أهم مصادر الشارح: كتابي العراقي والنكت لابن حجر والنكت الوفية والنكت لزركشي ومحاسن الاصطلاح، وأصله نكت أيضا لمغلطاي، فهي سبعة حاصلها ستة، واحد منها شرح وهو شرح العراقي على ألفيته، فتبقى خمسة منها كلها نكت. الله، نكت أي المسائل الدقيقة، ماشي؟ فتلاقي النكت ده ما بيشرحش الكتاب كله، بينتقي حتت ويعلق ويشرح عليه. تاني العبارة دي عشان نعرف ايه موارد سيدنا الإمام السيوطي. وبيان آخر يتصل بمصادر كتابنا هذا. ذكرت أول كلامي أهم مصادر الشارح، أي الشيخ السيوطي، أهم مصادر الشارح كتابي العراقي الألفية وشرحها، ونكت لابن الصلاح، والنكت الوفية، والنكت للزركشي، ومحاسن الاصطلاح. ومحاسن الاصطلاح أصله نكت أيضا لمغلطاي، فهي سبعة كتب حاصلها ستة، واحد منها شرح اللي هو مقدمة ابن الصلاح، قصدي واحد منها شرح اللي هو بتاع ايه شرح العراقي على الألفية، وهو شرح العراقي على ألفيته، فتبقى خمسة منها كلها نكت. النكت ده ما بيشرحش الكتاب كله، لذلك هتلاقي نكت ابن الصلاح مجلدين، نكت الزركشي مجلدين، لكن الشرح ده وصلت خمس مجلدات، شرح كامل بقى على الكتاب. وأقصد من هذا التلخيص التأكيد على أمر مهم في تقويم مصادر التدريب، وهو أن النكت يكون منها مناقشات لدقائق علمية من كاتبها مع مؤلف الأصل. الله، إن النكت مناقشات، بيجيب عبارة للإمام صاحب الأصل اللي هو الإمام صاحب بتاع ده مقدمة ابن الصلاح، يجيب عبارة ليها ويبتدي يناقشها ويرد عليها، وبعدين يرد على الرد ويناقش كده هو بدقة يعني. وأقصد من هذا التلخيص التأكيد على أمر مهم في تقويم مصادر التدريب، وهو أن النكت يكون منها مناقشات لدقائق علمية، ما ده معنى النكت أي الفرع الدقيق، ماشي، من كاتبها مع المؤلف، كاتب النكت مع المؤلف الأصل اللي هو إيه مقدمة ابن الصلاح. فالعراقي إمام وعمل نكتا على كتاب ابن الصلاح وهو إمام، وجاء الحافظ تلميذ العراقي وهو إمام فعمل نكتا على ابن الصلاح وعلى نكت العراقي عليه، فكتابه نكت على إمامين. ومثل هذا كان عمله على شرح شيخ العراقي على ألفيته، وذلك في النكت الوفية اللي هو الحافظ ابن حجر، وكذا يقال في كتاب الزركشي ومغلطاي أو البلقيني، فهي كتب فيها تعقبات وخلاصات جهد من أئمة على أئمة. وهكذا يقال في النكت الظراف للحافظ ابن حجر على الأطراف للمزي، وهكذا يقال في النكت الظراف للحافظ أي ابن حجر على، إذا أطلق الحافظ أو شيخ الإسلام في كتب الحديث يبقى مقصود ابن حجر، على الأطراف للمزي اللي هي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للمزي، فقد كان حق مؤلفها جمع فيها أطراف الكتب التسعة
وأزاد يعني عن ذلك. فقد كان حق مؤلفها وحق القراء أن تطبع كاملة مع الأصل، اللي هي نكتة الظراف على الأطراف للمزي، إذ إن هذه الفوائد هي حصيلة مناقشات ومزاحمات علمية بين الأئمة، لا تتيسر لكل قارئ وباحث. إن تحفة الأشراف في معرفة الأطراف مطبوعة لوحدها، والنكت الظراف دي ابن حجر عملها على تحفة الأشراف مطبوعة لوحدها، ما فيش نسخة لتحفة الأشراف مطبوعة وعليها النكت الظراف للحافظ ابن حجر. إذ إن هذه الفوائد هي حصيلة مناقشات ومزاحمات علمية بين الأئمة، لا تتيسر لكل قارئ وباحث، فلا يجوز تضييعها عليهم، وكثيرا ما لا تستدعي المناسبة أن يكشف المؤلف عن هذه الفوائد وهو يؤلف كتابه تأليفا مجردا عن التنكيت والتنقيب. إن ساعات يبقى المؤلف نفسه ما النكت قلنا الأشياء الدقيقة، الملحوظات الدقيقة، المناقشات الدقيقة، فمش كل واحد مؤلف هيعمل كده في كتابه، إنما يأتي من يفعل ذلك في من بعده. وكثيرا ما لا تستدعي المناسبة أن يكشف المؤلف عن هذه الفوائد اللي هي النكت فيها فوائد طبعا، وهو يؤلف كتابه تأليفا مجردا عن التنكيت والتنقيب، أي البحث العميق يعني أكثر مما ذكر. تاسعا، وبهذه النكات والمباحثات تتنقح العلوم، الله الله الله، ويزول كثير من الغفلات والأوهام، لكن يبقى ما سوى هذا الكثير، وقد ينشأ مع هذه التنقيحات أوهام أخرى، وهكذا يبقى مجال التصحيح والاستدراك مفتوحا، ويبقى حق العلم وكرامته يطالب بالبحث والدأب كل غيور. العلم يطالب كل غيور بالبحث والدأب، أي الاستمرار. وميدان العلم رحب كحلبة السباق، وهذه مهمة كل لاحق مع كل سابق. والركن الركين لسد هذه الثغرات وكل ثغرة هو مراجعة النصوص والنقول من مصادرها الأولى، وده المنهج العلم السليم، إن أنا ما اكتفيش بالنقل. الشافعية ممكن يكتفي بالنقل عن الشافعية، لكن أقول له ما تنقلش عن الملكية لأنك مش عارف المذهب كويس ومش عارف إيه الراجح فيه، ولو عارف حتى إلا لو كنت درست دراسة متقنة كالشافعية، وهكذا بقية المذاهب. لكن الأفضل، وده عمل الإمام النووي في المجموع، بنى المجموع كله على هذه مراجعة النصوص والنقول من مصادرها الأولى. واحد يقول قال شافعي في الأم، يوم الإمام النووي ما يسكتش، يجيب الأم ويشوف النص بتاع الشافعي، وهل موافق للنص الذي نقله القائل ده الذي قال شافعي في الأم، ولا في اختلاف في العبارة؟ لأن اختلاف العبارة هيؤدي إلى اختلاف الأحكام والقواعد والضوابط، ها، والشرح وما إلى ذلك. وبعد كده ما تأكد بالعكس، قد يجد قال شافعي وبعدين ما مش عارف في الام ولا في الاملاء ولا في اختلاف الحديث، يبتدي يدور الامام النووي في كل كتب الشافعي عشان يطلع العباره دي. فده المعنى العلمي السليم. والركن الركين لسد هذه الثغرات وكل ثغره هو مراجعه النصوص او النقول من مصادرها الاولى، ثم التثبت من النقل بمراجعته مع الاصل وما بينهما من مغايرات مهمه أو غير مهمة. وكم وكم ينكشف بهذه المراجعات والمقابلات من الأوهام وإثبات حقائق علمية، تظهر الحقائق العلمية بذلك الطريق. لكن لهذا الركن الركين عمادان يسبقانه، أولهما تلقي العلم عن أهله مع الفهم والتثبت، وثانيهما الاشتغال بتدريسه سنوات عديدة ليصل القائم به بعد ليخسر القائم بعد ذلك بتحقيقه إلى ما في عقول الطلبة من غوامض ووقفات فيه،
فتكون كتاباته وخدماته وخدماته لهذا العلم هادفة لا عائمة، يشرح بها ما عرفه مما علق، ويعلق بأذهان بما علق، ويعلق بأذهان الطلبة من المشكلات. وهاتان العشرة وهاتان الفقرتان الثامنة والتاسعة، أو قل هاتان الخدمتان، هما عماد عملي في خدمة هذه الكتاب. الحافل الجامع. أما ما يخص الفقرة الثانية فإني رأيت عمدة الشارح ومحط رحله هذه الكتب، عمدة الشارح اللي هو الشيخ السيوطي يعني، هذه الكتب الستة أو الخمسة اللي هي عبارة عن كلها نكت ما عدا شرح الشيخ الشيخ العراقي شرحه على كتابه، وأصحابها عمود هذا العلم في هذه الحقبة الزمنية. أعمدة العلم في الحقبة الزمنية السراج البلقيني اللي احنا ذكرناهم ده، فوقفت عندها أو كدت أقف ولم أتجاوزها معتمدا عليها إلا نادرا. الله، اللهم صل على سيدنا محمد. كفتح المغيث، أنا عندي نوع من العلم برضه الحمد لله من مدد الله تعالى، كنت أقول السخاوي، هو سيب السخاوي وفتح المغيث، ذكر على طول إيه أنه يرجع لفتح المغيث، لأن السخاوي تنازع أنه يكون أمير المؤمنين في حديث صلى الله عليه وسلم بعد الحافظ ابن حجر. ها، كفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، ها، وألفية الحديث للعراقي، أو لتخريج نقل عنها ككتاب ابن جماعة، أو الطيبي، أو التبريزي، الأردبيلي. فالنفس الحديثي الناقد غير واضح في هذه الكتب الثلاثة اللي هي ابن جماعة والطيبي والتبريزي الأردبيلي، والله أعلم. هو عايز إيه؟ تتضح الفكرة بأن أنا أناقش وأنقض، ها؟ فبالمناقشة والنقد تتضح الفكرة أكتر في ذهن إيه؟ المتعلم أو العالم نفسه، خلاص، وتبتدي الأمور تتحقق أكثر وتضيق أكثر. أما ما يخص الفقرة التاسعة فإني أرجع إلى مصادر أقوالهم وأتثبت من عزوهم ونقولهم، جميل، وأدرس ما بين مؤدى نقلهم والأصل فيه. طيب، أما ما يخص الفقرة التاسعة فإني أرجع إلى مصادر أقوالهم اللي هي إيه؟ النكت كلها، وأتثبت من عزوهم ونقولهم، إن النقل كان مظبوط عنهم، وأدرس ما بين مؤدى نقلهم والأصل فيه، أصل العبارة والنقل اللي هم نقلوا، هل في اختلاف؟ قد يكون ما قصدوش المسألة دي خالص، أي أن الخلاف ليس في المحل النزاع، هو بيتكلم في مسألة وأنت بتتكلم في مسألة تانية، ها، الخلاف ليس في محل النزاع، بين مؤدى نقلهم والأصل فيه، وأنبه إلى ما فيه إن كان، وكان من جراء ذلك تحرير وتصويب لنقول كثيرة يجدها القارئ إن شاء الله تعالى في التعليق. وكان أمر آخر، وهو أن هذه الخدمة للتدريب، أي تدريب الراوي، كان فيها خدمة كبيرة لمصادره المذكورة اللي هي النكت الخمس، ها، والألفية وشرحها. الحادي عشر، يضاف إلى نتائج هذه الخدمة على هذا السنن أي المنهج تصحيح القول بالمسائل الاصطلاحية، تصحيح القول بمسائل اصطلاحية مأخوذة بالتسليم والتوارد عن قائليها. تبين أن الأمر ليس كذلك. طيب، يضاف إلى هذا نتائج هذه الخدمة على ما في على هذا السنن أي المنهج تصحيح القول بمسائل اصطلاحية مأخوذة بالتسليم والتوارد عن قائليها، زي اللي هيقولها دي كمثال. تبين أن الأمر ليس كذلك، كالزعم المشهور عن ابن الصلاح أنه لا يجيز لأهل عصره فمن بعدهم التصحيح ونحوه التحسين والتضعيف، وتفسير قول الحاكم الحديث على شرطهما أي روى الشيخان لرجاله احتجاجا،
ومسألة اللقاء بين الراوي وشيخه المشهور بين مسلم وشيوخه، وكنقل الحافظ ابن حجر عن العلائي اتفاق العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحديث الشديد الضعف وما إلى ذلك وهو كثير. طيب، ويضاف إلى نتائج هذه الخدمة على هذا السنن تصحيح القول بمسائل اصطلاحية مأخوذة بالتسليم والتوارد عن قائلها، تبين أن الأمر ليس كذلك. منها كالزعم المشهور على ابن الصلاح أنه لا يجيز لأهل عصره فمن بعدهم التصحيح. الحافظ ابن الصلاح كتب في المسألة 16 يقول: إذا وجدنا حديثا متصل الإسناد ظاهره الصحة ولم يحكم بصحته حافظ من الحفاظ، ده لفظه كده، يمكن إذا يعني هذا يكاد يكون لفظه، ها، ولم يحكم أحد من الحفاظ على ذلك الحديث بصحته أو غير ذلك، أن نتوقف في ذلك الحديث. ده بيدي منهجين، مفهوم ابن الصلاح أولا في هذه العبارة. المهم العبارة واضحة، ها، ولا جيبها تاني؟ ها، ابن الصلاح يقول في المسألة 16 في المقدمة بتاعته وهتيجي في الكتاب أنه إيه، إذا وصل إلينا حديث بإسناد ظاهره الصحة، ظاهر الصحة، ولم يحكم أحد من الحفاظ عليه بالصحة أو بحكمه، فنتوقف، ما نحكمش عليه بالصحة وإن كان ظاهره الصحة. يعني هو نفسه الحافظ ابن الصلاح بيقول أنا ده ظاهر الإسناد ده صحيح، هي أكتر من هو يقول كده، ورغم ظاهر الصحة دي ينظر في أقوال الحفاظ الآخرين سواء السابقين مش المعاصرين، ها، هل حكم على هذا الحديث أحد من الحفاظ بصحته أو بضعفه أو بحسنه؟ ما يجدش حكم لأحد الحفاظ، يبقى الحديث ده إحنا متوقفين فيه، ده نحكم عليه. طب ما تدوش أي حكم يا ست الإمام؟ قالك لا، يستنبط من هذا معنيين: أن روح ابن الصلاح أدركت معنى لفظة حافظ الذي عنده الملكة والسجية والطبيعة في الحكم على الحديث، وأن الحافظ ابن الصلاح في عصره لم يجد من هو كفء للحكم على الحديث. قال لك لا، نتوقف في عصرنا، أما العصور السابقة ننقل منها بس. إذن هذا يفيد أن معنى الحفظ كمعنى الفقه في الشريعة، إن العبرة بنقل الحفاظ كما العبرة بنقل المعتمد في المذاهب. إذا ما وجدناش حافظ صحح الحديث نتوقف في ذلك الحديث، ده رأي ابن الصلاح. إلا أن هذه المسألة لإدراكه لرتبة الحافظ الذي يحكم على الحديث حكما نقبله منه، كأنه لم يجد ذلك في عصره. إلا أن العلماء خالفوه، قالوا لا، الجمهور على أنه ما نتوقفش، ننظر لمن كاملت آلاته في الحديث، ها، وعنده الطبيعة والسجية والملكة الكاملة في الحديث، وإذا حكم عليه ولو معاصر أو بعدهم جائز. كأن ابن الصلاح أيضا ينظر نظرة أخرى أن نهاية الحفظ إلى القرن الذي سبقه، ها، غير كده ليس له الحكم على الحديث مهما كان درجته. لكن النووي قال لا، نحن نعترض على هذا ونقول من كملت آلته في الحديث يجوز أن يحكم على الحديث. طيب، الحاجة التانية في ابن الصلاح أنه هو نفسه حكم على أحاديث لم يسبقه أحد في الحكم عليه، فهو خالف قاعدته، ولذلك الجمهور مع الجمهور إن طالما كملت آلته هو يرى أنه عنده آلة كاملة رضي الله عنه وأرضاه، فحكم على بعض الأحاديث التي لم يسبق إلى الحكم عليه. فدي أول مسألة اللي هو إيه؟ كالزعم المشهور، لكن عبارته كده، العبارة صريحة في ذلك، ها، إذا وجدنا حديثا ظاهر صحته ظاهر إسناده الصحة ولم يحكم عليه أحد من الحفاظ توقفنا، ده ظاهر العبارة يؤدي إلى هذا المعنى أن ابن الصلاح لا يجيز لأهل عصره فمن بعدهم التصحيح، ها، ونحوه التحسين والتضعيف. يبقى دي المسألة الأولى. وتفسير قول الحاكم الحديث على شرطهما، أي روى الشيخان لرجاله احتجاجا. الله الله. لأن ساعات الشيخين بيروى في المتابعات، والمتابعات مش ضعيفة، صحيحة وليست حسنة، بل المتابعات صحيحة، إلا أنها ليست في الصحة كصدر الباب.
أحاديث يذكر كما شنأت في البخاري إن شاء الله ربنا يذكرنا، أحاديث يذكرها الإمام البخاري في صدر الباب، فده عند الإمام البخاري أعلى وأصح حديث يستدل بها على الترجمة والباب. ماشي. طب اللي بعده ما هو جاب ترجمة تانية أقل نزولا في الدرجة، طب اللي بعده شاهد أو تابع برضو أقل نزولا، إلا أنه لا يصل إلى رتبة الحسن، كله صحيح اسمه صحيح البخاري، إلا في أعلى رتب الصحة وبعدين أدنى منها وأدنى منها، وصحيح صحيح صحيح إلى إيه درجة المتابعات والشواهد برضو صحيح. ها؟ في البخاري ومسلم ما فيش حسن، كله صحيح، وحتى من اختلفوا فيه كما سيأتي. وتفسير قول الحاكم الحديث على شرطهما، أي روى الشيخان لرجاله احتجاجا، أي روى الشيخان لرجاله في صدور الأبواب التي يحتج بها بخلاف المتابعات. ها دي متابعة بتؤيد الحديث اللي في الصدر وهي مش ضعيفة لكن أقل في الدرجة، وأنها متابعة خلاص وصحيحة وكل حاجة، لكن ليست في حديث صدر الباب الذي لا يدركه حديث بعد ذلك. ولذلك قالوا أعلى حاجة ما اتفق عليه الشيخان. ماشي. هو مسألة اللقاء بين الراوي وشيخه المشهورة بين مسلم وشيوخه، الله الله. ومسألة اللقاء بين الراوي وشيخه المشهورة بين مسلم وشيوخه، إن الإمام مسلم شيوخه يعني يقصد البخاري، لأن من شيوخ مسلم البخاري، وهو الوحيد اللي قال باشتراط اللقية عشان يصح عنده الحديث ويضعه في كتاب الصحيح البخاري، خلاص اللي هو البخاري، خلاص اللقية أنه يشترط أن يكون لاقية شيخة ولا يكتفي بالمعاصرة. إيه المعاصرة؟ ها أو المعاصرة هي معناها إمكان اللقية. ده دخل البلد اللي فيها، وده كان من حفاظ الحديث وده من حفاظ الحديث، والتقوا ببعض أو رووا عن بعض أو روى التلميذ عن الشيخ، يكفي فيه أنه دخل البلد بس، إمكان أن يلقاه أو إن إمكان أنهم التقيا، ده راح بلد ده أو الأولين راح بلد التاني والتاني راح بلد الأولاني، أو أنه يعهد عنه أنه إيه لقياه وتلقى عنه لكن لم يثبت بالإسناد. الإمام البخاري يشترط الثبوت بالإسناد أنه رآه. ماشي. فاعترض عليه الإمام مسلم في المقدمة وقال هذا يؤدي إلى، يعني معنى كلام الإمام مسلم هذا يؤدي إلى الدور والتسلسل. ماشي. إن عايز كمان شهود يشهدوا إن ده كان في مجلس فلان، وبعدين شهود تانين يشهدوا إن الشهود الأولين، وهكذا يؤدي إلى التسلسل. فده شرط صعب اختلف فيه العلماء. وكنقل الحافظ ابن حجر عن العلائي اتفاق العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحديث الشديد الضعف وما إلى ذلك. إن العلائي نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحديث الشديد الضعف، والكلام ده ليس مش اتفاق، لأن في علماء خالفوا في ذلك. هتيجي مسألة منقولة عن كتاب أن قال بعض العلماء أن الحديث الشديد الضعف يرتقي إلى الضعيف، والضعيف ده لو وافق حسن يبقى الحديث الشديد الضعف ده هو شديد ضعف في ذاته، ولكن حسن لغيره، زي الضعيف لذاته والحسن لغيره، فيكون الشديد الضعف ده بالنسبة للضعيف الذي أيده سواء كان شاهدا له أو تابع، يكون الشديد الضعف ده شديد ضعف في ذاته وهو ضعيف لغيره، زي ايه الضعيف لغيره والحسن لذاته. الضعيف لغيره والحسن اذا وافق الضعيف لغيره هيبقى شديد ضعف لذاته وضعيف لغيره باعتبار الشواهد ومجموع الطرق والمتابعات والاعتبارات. لكن زي ده مثال ايه، زي الضعيف لذاته والحسن لغيره، هو الضعيف لذاته له حكم إذا وافق شاهدا أو تابعا أو اعتبارا هيبقى حسن لغيره. ماشي. فبعضهم قال ذلك، وده رأي قوي جدا، لكن برضو في هنا نقول نؤول الكلام أن اتفاق العلماء على إيه، على كذاب طبعا، واحد كذاب أو متهم في دينه بالكاذب أو يروي موضوعات
يبقى ده خلاص ده خارج، ده ماشي على الاتفاق مظبوط، شيله في الاتفاق. لكن حديث رجل عدل ليس بضابط، حتى تركوه بسبب ضغط، بقى حديثه متروك بسبب قلة الضبط. أقول لك هو ده يدخل في شديد الضعف الذي ممكن أن يرتقي، يبقى ممكن يقسم، ماشي. هذه من البحوث اللي ممكن ندرسها. بعضهم يقول لا، يعني رأي الشيخ عوامة أن شديد الضعف يرتقي، رأي بعض تلاميذه المعاصرين الشيخ العطار أبو يقول لا ما يرتقيش، وإلى وما إلى ذلك. وهو كثير من المسائل اللي فيها إيه المفهوم غير واضح، ماشي. وهاتان الخدمتان تخريج النقول من مصادرها ودراستها ثم تصحيح ما تورد عليه وأخذ بالتسليم، هو الذي سوغ لي أن أجعل خدمتي للتدريب شرحا وتحريرا. وهاتان الخدمتان تخريج النقول من مصادرها ودراستها، دراسة النقول دي بعد تخريجها أولا تحقيق النص أولا بأن هل رواه بالمعنى ولا رواه بنصه، نقله بنصه أو بظاهره ولا بمعناه، يبقى ممكن نقل بالمعنى ده يؤدي إلى بلاء كبير. ودراستها أيضا النقول ثم تصحيح ما تورد عليه وأخذ بالتسليم، أي ما ورد عليه وأخذ بالتسليم نصحح فيه ونناقش، هو الذي سوغ لي أن أجعل خدمتي للتدريب، أي تدريب الراوي، شرحا، إنه كأنه شرح لتدريب الراوي. الشيخ عوامة شرح تدريب الراوي مرة أخرى كأنه كالحشية عليه وتحريرا كما في حشية ابن العجمي ستأتي. والذي حملني على هذا التطويل في بعض القراء، في نظر بعض القراء، أمور. أولها أداء العلم حقه، ندي للعلم حق التحقيق من المسائل، التدقيق والتنقيح وإثبات النهاية في المخ، بعد ذلك الحفظ الراجح من المذاهب بعد ذلك. وهو المنهج الذي نشأنا عليه علماؤنا السابقون واللاحقون وأشياخنا رضي الله تعالى عنهم. هو تلميذ للشيخ عبد الفتاح أبو غدة معروف. نعم، سوغ أي جوز لي، جوز لي أن أفعل ذلك. أي كلمة تبقاش واضحة يا أولاد اسألوا. ها، وهو المنهج الذي نشأنا أي ربانا عليه علماؤنا السابقون واللاحقون وأشياخنا رضي الله تعالى عنهم، فترى الاستدراكات في كتاباتهم وإحقاق الحق في مباحثاتهم تملأ صحفهم مع الأدب وإعطاء كل ذي حق حقه. ثانيها أن هذا الكتاب مرجع مهم للباحثين المصنفين المدرسين، لا يستغني عنه رجال هذه الطبقة المتخصصين في علم الحديث. ثالثها أنه كتاب لا يزال مقررا دراسيا في المراحل العليا في كثير من المراكز العلمية والجامعات. نعم، الكتاب تدريب الراوي، أنه كتاب لا يزال مقررا دراسيا في المراحل العليا، أي الدراسات العليا يعني، في كثير من المراكز العلمية والجامعات. الثالث عشر، وكثيرا ما كنت أخرج خروجا يسيرا عن دائرة المسألة التي يدرسها الإمام الشارح، أقصد من ذلك تمام الإفادة فيها وتحقيقها لعلمي بما حولها من وقفات أو آراء تحتاج إلى تحرير. وكثيرا من كنت أخرج خروجا يسيرا في الشرح بتاعه، كأن ده قلنا حاشية الشيخ ها عوامة على إيه تدريب الراوي، أقصد بذلك خروجا يسيرا عن المسألة، عن دائرة المسألة التي يدرسها الإمام ها الشارح، أقصد من ذلك تمام الإفادة فيها كتأصيل المسألة، أجيب أصل المسألة إيه بالضبط عشان نعرف أصلها هيتضح الأمور أكتر، وتحقيقها لعلمي بما حولها من وقفات أو آراء تحتاج إلى تحرير وإيضاح، يعني يجيب الآراء الأخرى ويذكر الخلاف في المسألة والآراء. طيب، الرابع عشر، وكثيرا ما كان يستدعيني إلى ذلك تعليقه
تعليقة للإمام ابن العجمي رحمه الله تعالى، فأوسع دائرة البحث لإعطائه حقه وللبت فيه إن شاء الله تعالى. وكثيرا ما كان يستدعيني إلى ذلك تعليقة على تدريب الراوي، أي تعليق كالشرح الخفيف كده المبسط للإمام ابن العجمي رحمه الله تعالى، فأوسع دائرة البحث لإعطاء حقه وللبت فيه إن شاء الله تعالى. وقلنا إحنا أن إحنا نشرح المستوى المنتهي في الحديث الذي ليس بعده مستوى آخر إلا اختلاف الكتب الموسوعية في العلم. وثمة خدمة ثالثة مهمة جدا لتصحيح المسار العلمي المعاصر ولإنقاذه من الاضطراب الحاصل، وشرحها مع تمهيد لها يطول ولا بد من ذكرها باختصار. وثمة خدمة ثالثة مهمة جدا لتصحيح المسار العلمي المعاصر ولإنقاذه من الاضطراب الحاصل، أي في هذا العصر، والفتن الظاهرة، وشرحها مع تمهيد لها يطول ولا بد من ذكرها باختصار. السادس عشر، إن أركان الإسلام طائفتان من علمائنا رحمهم الله تعالى جميعا، هما الأئمة المحدثون وهم المرجع في علم الحديث رواية ودراية، والأئمة الفقهاء المجتهدون وهم المرجع العلمي للأصول المرجع العلمي للأصول والفروع. إن أركان الإسلام طائفتان من علمائنا رحمهم الله تعالى جميعا هما أئمة المحدثون، دي مدرسة، وهم المرجع في علم الحديث رواية ودراية، والأئمة الفقهاء المجتهدون وهم المرجع في علمي الأصول والفروع. مظبوط. المستقر في أذهان المعاصرين المشتغلين بعلم الحديث أن المرجع والمآب في تصحيح الأحاديث وتضعيفها هم المحدثون، الطائفة الأولى، في حين أن الأئمة المتقدمين يدركون أن لكل طائفة منهجا ومسلكا في التصحيح والتضعيف قد يتفق مع الطائفة الأخرى وقد يختلف، فيجعل طائفة واحدة حاكمة على الأحكام على أحكام الطائفة الثانية فجعل طائفة واحدة حاكمة على أحكام الطائفة الثانية خطأ كبير نشأ عنه اضطراب كبير في الساحة العلمية المعاصرة، ولو أنصفت كل طائفة غيرها لاسترحنا كثيرا مما نعاني منه. هذا يشير إلى اختلاف الحفاظ في الحكم على الحديث واختلاف الفقهاء. فالحفاظ من كملت آلته عند نوع من الفقه، لكن مداره في الحكم على الحديث، والفقهاء عنده نوع من علم الحديث ولكن مداره على الفقه. فالحافظ أما يجي يحكم على حكم فقهي يقول له مش تخصصك، كما قال العلماء الفقهاء، قالوا المحدثين المحدثين قالوا للفقهاء، قالوا الفقهاء بيصف الفقهاء أنتم أطباء ونحن صيادلة، أنا بحضر لك المادة بالترتيب اللي أنت قلته لي والتركيبة اللي أنت قلته لي، وأنت الطبيب أصلا، خلاص. فالحديث المحدث يأتي بالحديث ويقول لك ده صحيح أو حسن أو ضعيف، يبتدي الفقيه يحلله. في بعض المسائل برضو من فتح الله تعالى، واحد من حفاظ الجمع الذين جمعوا بين الفقه والحديث يشرح حديث في مسألتين، واحد تاني شرح نفس الحديث في 200 مسألة، فرع على الحديث 200 مسألة، زي الإمام مثلا المشهور بكده صاحب كتاب طبعا ابن الملقن شرح البخاري في 30 مجلد، الحافظ ابن الملقن وفقيه شافعي، خلاص، ولو تخريج الأحاديث الشرح الكبير في 10 مجلدات،
اللي اختصرها ابن حفظ الحافظ ابن حجر في مجلدين. وتجد ايضا الزين العراقي في شرحه على احكام الاسلام برضو ياتي. المساله الاولى، المساله الثانيه، المساله الخامسه عشر، المساله الثلاثين، واحد ثاني ما فهمش الحديث غير مساله او مسالتين. فده عايز جمع بين الفقه والحديث، فمن جمع بين الفقه والحديث ارتاح. ايضا الفقهاء مطلقا لهم علم بالحديث، فقد يجد طريق اخر او شاهد او تابع او اعتبار يرفع الحديث من الضعيف الى الحسن فيصير حجة، بينما لم يدركه هذا الحافظ. الحافظ المتخصص في الحديث ما أدركش ذلك الشاهد أو التابع. ليه؟ يعني غاب عن ذهنه، وكتير جدا في الحفاظ كده يغيب عنه الاعتبار اللي هو الشاهد أو التابع. والفقهاء نتيجة سعة المادة الفقهية اللي عنده والمعاني يدرك، يقعد يفكر ما يستدل لهذا الحكم آخر، وما يستدل لهذا الحكم استدلال ثالث، فيأتي بشواهد ومتابعات واعتبارات تؤيد الحديث وترفع. الله أكبر، الله أكبر. استنى من بتاع ده لأن الصوت مش سامع. خد دف ده. يا ابني انت بتعمل ايه؟ قولي يا ستي، قولي. طيب الحافظ حاجه بسيطه جدا، من يندر شذ الا يعرف الا يعرف حديثا. في حديث 13 100 ما يعرفهمش، لكن ألم بالحديث باسانيده كلها، بمعرفه رجاله واتصاله وانقطاعه وجرحه وتعديله لكل راوي، ها، وعلل الحديث، ملم بده كله، ده ما يسمى حافظ. وده كان في الأقدمين كتير، الآن لا يوجد بهذا المعنى. والحافظ يكون عنده ملكة وسيجية وطبيعة في الحكم على الحديث زي الفقيه المجتهد، وهذا غير موجود. ابن الصلاح بيقول في القرن السابع مفيش في عصره، وبالشروط دي كلها مع فقه النفسي وإلمامي باللغة العربية ومعروف يبقى حافظ حديث الأحاديث الموضوعة. الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000، وقيل 3,000,000، 3,000,000 حديث. ده الإمام أحمد، الصحيح والضعيف والموضوع والأسانيد المتعددة لكل حديث واحد، ويقارن بينهم ويشوف الحديث ده إيه اللي روايته أوثق والرواية دي فيها اختلاف. طب الاختلاف قال لهم الأصح بناء على تتبع الطرق، ده جمع طرق كل حديث، ده بيبقى في ذهن الحافظ كده حافظهم خلاص. فده نادر الآن، إنما كلهم شغلهم الآن من الكتب، يجمعوا كلام الأقدمين فقط، لكن كحفظ لا، مش موجود. وهيأتي تعريف الحافظ يعني إيه وما إلى ذلك. في رتبة أعلى من الحافظ هو الحاكم، اللي هو المنفرد، اللي هو أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر كله، زي سفيان الثوري، ابن مهدي، أو سفيان بن عيينة، دول كان أمراء الحديث في عصرهم، ما فيش حد أعلم منهم. الإمام أحمد في عصره ما كانش أعلم منهم الحديث، وهكذا. في حاجة تانية يا أولاد؟ طب حد فاهم حاجة؟ والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وابتلى وأفاض وأعان وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.